قد المغاربة أينما كانوا داخل المغرب من طنجة للقويرة ومن وجدة للصويرة، وكذلك حال المغاربة المباتين في مختلف أنحاء المعمور. رحم الله علي السقلي الحسيني مبدع الكلمات النشيد الوطني والحان ليو مورغان. فعلا لحظات مؤثرة ونكاتف بمساحة 45 متر أشرف على إخراجه للوجود نشطاء مغاربة يعني منخرطون في فيها، عبارات تساند المنتخب المغربي الموجود أمامكم على الصورة. تمريرة، هدف، هدف فعلا أنصاري. أكيد هذا الهدف غيعطي ثقة أكبر للمنتخب المغربي، وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفترة فراغ جعلته يشك في إمكانياته، وكان حتى المدرب وليد قال هذا ولدنا يجب أن نعطيه الدعم النفسي من أجل استرجاع الإمكانية. عميد، تمريرة خاطئة، هدف الحارس مغادر المرمى ديالو. الذكي كيبقى ذكي طبعا، يبحث عن اللقطة. تمريرة خاطئة من 55 متر، هي لا ترد، وإن كانت عند حكيمي بعيني مغمضين. حارس جورجي مامارك فيلي، وهي تستقر في المرمى، كيجي في الدقيقة 29. عطت إشارة ديال تنفيذ ضربة الجزاء، ممنوع يدخل أي لاعب من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، صعيب يقبطها رغم أنه مشى في اتجاه ديالها، ولكن السرعة باش كانت غادي الكرة.